سمعت عن ارخص سياره موجوده في العالم واللي سعر جوالك غالبا انه اغلى منها؟ مقدمكم ابو عوده، بسم الله نبدا. سياره تاتا نانو هي تعتبر ارخص سياره موجوده في العالم، وهذه السياره من صناعه هنديه، فيها اسطوانتين بقوه 37 حصان وعزم دوران 51 نيوتن تقريبا. حرفيا السرعه القصوى فيها 105 كيلو بس، والصدمه في سعرها اللي ما يتخطى 1400 دولار، اي ما يعادل تقريبا 5000 ريال. لكنهم وقفوا صناعه هذه السياره لانه تقريبا وسائل السلامه فيها لكم عليها.